السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن درس سيء أنا عملته ونصيحة سيئة أنا أعطيتها لوالدتي رحمة الله عليها، وهي ما كانتش عايزة تاخدها مني، لكن في سنها الكبير بتضطر إنها تسمع نصايح أولادها اللي قد يكون نصايح سيئة للغاية. كان عندنا بيت آخر في الشارع الآخر، اسمه شارع مش فاكر اسمه ايه، لكن امام مسجد المحروسة من الناحية الاخرى. وكان في غرفة في الحديقة كنا سابين فيها رجل كبير هو وعائلته، يعني يعتبر غفير، يعتبر يعني فلاح، يعتبر جنيني الى اخره مع اولاده الى اخره. فطبعا كان الوقت ده تأجير الغرف والحاجات دي بيجيب فلوس كتير جدا، وانا كان مخي في الفلوس فقط مش في الراجل ده. فيعني والدتي كانت رافضة الموضوع تماما، لكن حاولت اقنعها بطريقة من طرق الغبية بفرض رأيي عليها الى اخره. فرحت جبت بعض الناس اللي هم كانوا اتفقت معهم انهم يفضوا الغرفة بتاعته او يخلوا الغرفة بتاعته في غيابه، وده اللي بيعمله كتير جدا من اصحاب البيوت او الى اخره. واحنا بنخلي الغرفة ونطلع الحاجيات بتاعته في الخارج، رجع الراجل فجأة ونحن بنعمل كده، فبدأ يصوت ويزعق ويدعو ربنا سبحانه وتعالى الى اخره. صراحة انا حسيت بخيبة امل فيا انا شخصيا، وبان انا عملت قرار غبي ضد رغبة والدتي رحمة الله عليها، وعلي ان انا اعتذر للراجل واوقف العملية دي كلها. فقلت للناس اللي معايا امشوا خلاص، ودخلوا الحاجة للغرفة بتاعته قبل ما يمشوا، واعتذرت له اعتذار كبير، واعتذرت لوالدتي فيما بعد على ان الفلوس مش هي اهم حاجة اننا نعملها علشان نعيش بها. بركة دعاء مثل هؤلاء الضعفاء هي اهم كتير جدا من مئات الجنيهات اللي احنا كنا ممكن نجنيها من ايجار هذه الغرفة. رسالتي للشباب هنا انكم حينما تكونوا في مركز من مراكز القوة، حذاري 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 ان تستعملوا القوة ضد الضعيف والفقير والارملة والمسكين الذين لا حول لهم ولا قوة، ولكن اعدلوا 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 وكونوا عادلين مع الجميع ولا تظلموا احد. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.